زيارة القبور لها يوم محدد؟ لا، ملهاش يوم محدد، الزيارة جائزة في أي وقت، ممكن سبت، ممكن حد، خميس، ثلاث، أيا كان الوقت. بعض الفقهاء زي الشيخ البجرمي مثلا، الشيخ البجرمي ده فقيه شافعي كبير، له حاشية مسمى بحاشية البجرمي على الخطيب، على الإقناع للشيخ الخطيب في فقه الشافعية. الشيخ البجرمي بيقول ان الزيارة طبعا جائزة في اي وقت، لكن يعني الاوقات الافضل هي من عصر يوم الخميس الى طلوع شمس يوم السبت. هو بعدين بيعلل الكلام ده، بيقول لان الروح تكون مرتبطة بالقبر في هذه الاوقات اشد من غيرها. يعني ازاي يعني؟ يعني بيقول مثلا، يعني كأن كلامه كده، ان الانسان موجود في بيته غالبا او اكيد موجود في بيته، لكن يوم العيد او لو عنده مناسبه مثلا فاكيد موجود، ده ما فيهاش كلام، لكن في اي يوم تاني ممكن يبقى موجود، ممكن يكون بيزور حد او كده. فكأنه برضو ان الروح هي موجوده باستمرار، لكن ممكن تبقى في تزاور، ما احنا عارفين ان في تزاور بين الموتى، لكن في الأوقات اللي هي من عصر الخميس لطلوع شمس يوم السبت بتبقى الروح مرتبطة بالقبر ولا تنشغل عنه. ده كلام الشيخ البجرمي. فعلى كل إن الزيارة جائزة في أي وقت، درج الناس في مصر على الزيارة يوم الخميس أو يوم الجمعة، فكل ده إن شاء الله جائز ومفيش إشكال.